بسم الله. وطبعا عارفين ان دي بطاطس هقطعها سلايز عريض زي ما احنا كده شايفين، وكمان عارفين ان دي طماطمايه قسمتها نصين، النص الاول هعينه في اخر الفيديو هنعرف هنعمل فيها ايه، والنص التاني قطعته سمول صغير كده زي ما احنا شايفين. بعد كده جبت 3 فصوص توم قطعتهم سلايزات، وبعد كده هنخش على النقطة الحاسمة، النقطة اللي مش بحبها، تقطيع البصل. طبعا عشان كالعادة هدمع، قعدت اقطع في البصل هاف سلايز زي ما احنا كده شايفين، 3 بصلات معايا. وبكده تكون خلاص المكونات بتاعتي وبتاعت الايتمز بتاعي جاهز، معايا بصل مقطع ومعايا ربع كيلو لحمة وبطاطس وطماطم، ونسيت طبعا الفلفل كالعادة. بسرعة وهروح على طاسة سخنة وهنزل بالزيت، وبعد كده هنزل بالبصل والثوم اللي قطعناه ونقلب تقلتين تلاتة زي ما احنا شايفين. بعد كده هنزل بالربع كيلو اللي على قدنا اللحمة، ونزلت بيهم على البصل وقعدت اقلب، وبعد كده قعدت العب في الطاسة شوية، يا سلام يا حركاتك يا تكاتك. وبعد كده نزلت بيها تاني وقعدت اقلب كمان شوية كده لحد ما كله ما اخد اللون معايا واخد السخونية بتاعت الطاسة. وبعد طول جبت الفيجيتابل بتاعي، نزلت بالبطاطس ونزلت بالطماطم، ولقيت الطماطم هتجري مني، خدي راحة فين، بهدلتني الطماطماية والكاميرا كانت هتقع مني، والحمد لله ربنا ستر. ورجعت تاني على الطاسة وبدأت اتبل في المكون بتاعي، فلفل اسمر، ملح، ماجي، شنة شطة وبابريكا، وقلبتهم تقلبتين تلاتة كده، وجبت المية السخنة ونزلت بيهم وطبعا تقلبتين، وبعد كده وبورقة سلفر وغطيتها. وبسرعة قبل ما تستوي معايا هنعمل شوية أحلى رز معمر برز البسمتي اللي موجود واللي حلتنا، ورحت جاي غسلته كويس جدا، ورحت جاي حطه في البران بتاعي شوية ملح وشوية زبدة وشوية الحليب، وبعد كده شوية كريمة كده على الوش، ورحت جاي مدخله الفرن بتاعي زي ما احنا شايفين. ورجعت كشفت على الطاسة بتاعتي، يا السلام على الريحة والجمال والحلاوة، ريقي خلاص. بعد كده رحت جاي نازل بشوية صينية كده، وجا دوري خلاص، الطماطماية طلعت عينيا، وعشان كده طلعت عينيها وفرمتها كويس جدا ونزلت بيها على وش الصينية زي ما احنا شايفين، عشان هنديها وش كده جنب الرز المعمر. وقعدت افكر هعمل لكم ايه الفيديو اللي جاي، وعشر دقايق والحاجة بتاعتي خلاص كانت استوت، الرز المعمر وشايفين الجمال والشكل والحلاوة، يا سلام. ودهنته بشوية زبدة كده عشان الوش يلمع معايا ويحلو، ويا سلام على ريحة الصينية باللحمة، انا خلاص جعت ومش قادر هاكل بقى. وهسيبكم، وما تنسوش كتروا لايكات والشير وكومنت حلو زيكم، واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء.